والأوبريت الحقيقة كاتبه دكتور عيسى العميري من دولة الكويت الشقيق، وهو كان اتصل بيا من 5 6 شهور الحقيقة عشان يسمعني الكلام ده، وعجبني جدا جدا، وراجل بصراحة مهتم جدا بالموضوع، والحمد لله ابتديت ألحنه وابتديت أسمعه، وابتدينا نتفق على إن احنا نختار نخبة من نجوم الوطن العربي ومصر، عشان الكويت والعرب بيحيوا مصر وبيشكروا فضلها وحاجات كتيرة مما هو واضح في الكلام، واحنا بنرد عليهم التحية بتحية يعني على قدرها يعني. مصر النار وقلب العروبة مش ناسي دورها. انا بجهز الحقيقة عندي كذا حاجة، في اغنية برضو للطفي بوشناق، هو ده المصري يعني، برضو حب العرب وفخرهم بالمصري، هو ده المصري، هو ده المصري اللي وقت الجد شد، هو ده المصري اللي عمره ما همه حد، هو ده المصري اللي قام عدى القناة واللي كتب بإيده، هو ده المصري اللي كتب بإيده تاريخ ومجد. يعني العرب فخورين بينا جدا. فلطفي بوشناق كتر خيره طبعا، وانا اشكره عبر الاثير يعني على اهتمامه وعلى كلمته، قال لك انا تحت امر مصر. الكلمات لمين؟ الكلمات دي الاستاذ صفوت زينهم، والالحان بتاعي انا، والتوزيع شريف منصور، والله اعلم، لان احتمال نعدل في التوزيع بسيط، فهيخش حد مثلا وليكن مهندس الصوت حبيبنا محمود علاء، اللي هو اللي بيشارك في هندسه الصوت مع رامي شرنوبي في هذا العمل. بس هو بالنسبه للطفي بوشناق هو قائم بالاغنيه كاملا، احتمال يكون نص توزيع ومية في المية هندسة صوت. الأوبريت اللي احنا فيه دلوقتي بتاع جايلك يا مصر، ده توزيع محمد صلاح الشرنوبي، نسيت اقول برضو ندي له حقه ابننا يعني. ومين تاني؟ وطبعا اخراج صديقي ايمن عبد المنعم، وبحيي وبشكر مدير التصوير محمد مصطفى وكل الكاست، وبحيي كمان ما انساش مجهوده وجدعنته حازم بركه، شركه بركه، فعلى ان هو فعلا اهدانا معدات تصوير ومونتاج، وبصراحه قام بكرم زائد يعني. فده حاجة. في حاجة تانية بعملها برضو، يا طيبة طيبة ناسك، دي حاجة عن سياحة مصر، هنعرضها ان شاء الله في دار الاوبرا في اعتبارا من 1 نوفمبر لحد 9 نوفمبر، وانا برضو احب اذكر ان انا ان شاء الله بامر الله، وبشكر دار الاوبرا على اهتمامها بتكريمي في هذه الدورة، اللي هو مهرجان الاغنية العربية او مهرجان الموسيقى الشرقية 24 اظن في دار الاوبرا. والاغنيه والاوبريت اساسا هيبقى يوم من فعاليات المهرجان، هيبقى هتتذاع باصوات مصريه صميمه من دار الاوبرا، يا طيبه طيبه ناسك، وبتستعرض بقى مصر الجميله من خلال محافظاتها ومن خلال لهجاتها ومن خلال حاجات كتيره. سابق حضورها مصر الحضارة وقلب العروبة مش ناسي دورها، مصر اللي نورها سابق حضورها مصر النار وقلب العروبة مش ناسي دورها. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر، رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي، www.washwasha.org